السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي الشاحنات، وبهذا الفيديو رح ناخذ حمل ما بعرف لوين، المهم ورح نكمل لكم القصص اللي احنا كنا عم نحكي لكم عليها والدردشة وقصص الشوفيرية نحكي عنها، بس أول شيء خلينا نختار الحمل ونتعرف انتو نظبط الأمور، ولا خلينا ناخذ السماعات ونبلش اللعبة. يا زين يا بعيان وانضلي قلبك مجنون هو اللي قلبك. تمام، اخيرا اخذنا حمل، تقريبا صار لي ربع ساعه تمام وانا عم بدور حتى لقيت الحمل. طبعا لقيته تريلتين، المسافه قصيره تقريبا شغله 140 كيلو، لان احنا مش عم ان شاء الله وشان نحكي لكم اليوم القصه الجديده رح نحكي لكم عليها، بس خلينا نتفرجوا على الكولوندو عشان ما نضل نسمع صوت الشحن. بس خلينا نقدر هيك ناخذ صوره سريعه على الله. طيب تمام، هلا خلينا نتيسر ونطلع ونحن ماشيين نحكي لكم اليوم القصة اللي راح تكون محورها هو نعلمكم اللغات، كلمات لغة تركية. تمام، اليوم راح نتعلم فيها او راح تاخذوا كثير يعني عشان نظرة عامة عن كلمات اللغة التركية. احكي لكم موقف طبعا قبل ما نبلش اول شيء بسبب التعليقات اللي امبارح اجت، يعني امس اجت وحيرتكم بين ثلاث خيارات الاسبوع الماضي، ما شاء الله يعني في اقتراحات اجت كثيرة يعني ولا تعليق اجى الحمد لله. فانا قررت بالاخير انه انا بختار من عندي لانه التعليقات كثيره ما تكون كثير يعني عددها جدا كبير، فانا خلاص هي بشم نحل الخلاف بين المشاهدين اللي هن ما حدا شاف الفيديو لنهايته ولا حدا عرف ايش المحور. فلذلك اتمنى انه انتم اليوم تشوفوا هذا الفيديو لنهايته، لانه كمان راح اخيركم بين ثلاث مواضيع نحكي عنها بالاسبوع اللي جاي. المهم رح نحكي بهذا الفيديو عن الجامعة في تركيا طبعا، بس مو محور نفس القصص كنا بحكي عليها انا او كنت ناوي احكي عليها اليوم. شفت بوست واحد عم يحكي على فيسبوك فقلت خلينا نشارككم فيه، معي من طلاب الجامعة بعرفهم. المحور هو كان انه شلون اسمنا اسمائنا نحن بالعربي بتكون لها معنى ثاني بالتركي، والقصص والطرائف اللي صارت معنا خلال حياتنا بالجمعية بالجامعة. اول شيء احدى الكلمات اللي كان هو عم يحكوا فيها بالبوست كاتبين مثل كلمه ليان، ليان اللي هو معناته بالتركي طشت. تمام، فانه معاناه الشخص لما يجي على تركيا وبيجي الناس تساله ايش اسمك بيقول له ليان، فهو ايش بيقول له؟ يقول له طشت وين؟ لا شلون كان عم يحكي؟ انه وقت يتسال وين بعضهم يقول له طشت وين راح؟ طشت وين اجى؟ طشت راح؟ طشت رجع؟ فبيسموك بالطشت. تمام؟ وبعدين كلمة ديان اللي هو عجل اسمها ديانا، اي ديانا، ديانا ديانا اي ديانا اللي هو العجل. تمام، فبيقول له العجل وين راح، العجل وين اجا، وهي اسم بنت ديانا. تمام، طبعا هو في محور حديث في كمان كثير اسماء ومنها كان اسمي انا، اسمي زاهر انا. تمام، اسم زاهر او طريقة لفظ زاهر هي قريبة جدا، او هي مي قريبة حتى يعني بتختلف كثير، بس ولكن الاتراك خلاص بتسمع كلمة زاهر بتاخذ على فراس كلمة زهير اللي هي السم، او اللي هو اللي مثل ما يقول لقمه الزقوم. تمام، فهي له زهير زقوم انه هاي الكلمه انه تاكل سم. تمام، فهو مجرد ما تقول له زهير فورا بتعلق في راسه كلمه الزهير والزقوم. فما حدا يجي يسالني ايش اسمك بقول له زهير، بيقول لي في واحد المرات كمان سالني اسمك زهير هيك هيك وهيك، يعني عنده مياه معناته انه مثل الله يعين الله يسترنا من عينك او الله يسترنا منك. فكان يعني موقف كثير مضحك صراحه. وفي مره كمان في واحد سالني ايش اسمك، كان عم سجل الحضور الطلاب، فقلت له زهر، طلع فيني هيك استغفر الله. هيك والله بجد يعني موقف جدا محرجه، او مثلا شخص بيجي بيقوله ثلاث اربع مرات الناس بتطلع لي ايش بو هذا من جنشي، فهي من احد المواقف المضحكة. المهم بس مو هو محور حديثنا، بس حبيت افتح عن هذا الموضوع، فلذلك انا غيرت اسمي من زاهر لسلفستر مشان هالمواضيع هي ومشان هالمشاكل اللغوية او مشكلة الاسم بحد ذاتها، لاني معناتها جدا سيء. او يعني هو بالعربي والله كثير جميل، بس يعني بالتركي ايش بدنا، لانه عايشين في تركيا. المهم هون الموقف اللي صار معي انا احكي لكم عليه، وهو بس رح احكي لانه المسافة كثير قصيرة وحاول اختصره. الموقف هاد انا كنت بالجامعه، اول ما دخلنا بالجامعه انا دخلت، بس ولكن انا دخلت كان طولي مختلف عن باقي الطلاب، دخلت بنص السنه، فكان الفصل الثاني اللي هو بالنسبه عندي انا فصل ثاني، مين ضربت انا يا الله ما ضربت عليه، اللي كان هو بالنسبه عندي انا فصل ثاني عند الطلاب هو يكون فصل اول. تمام،
فانا داخل على المحاضره مثل اي طالب، فبس ما اخذ جواب الطلاب، ما اخذ جواب الدكاتره، بعرف نص الطلاب مسبانين بالماده جايين على بعيدوهم، بس انا اول مره يعني ما اخذ شوي على الوضع. فكانت اول محاضره، وكانت هون عندهم يا عودي اول محاضره دائما بتكون تعارف بين الدكتور والطلاب، او الدكتور بيختصر على الموضوع ما يجي اساسا كل الموضوع، بقول لك ما بدي اتعرف على حدا. فهن عاملين اول محاضره دائما بتكون حاضر تعارف طلاب بين بعضها عشان تتعرف على بعضها، خصوصا باول سنه عشان الطلاب تتعرف على بعضها، تتعرف على اسماء بعضها، بتعرف اصولها، بتعرف كل واحد من وين جاي. المهم فانا دخلت على المحاضره، طبعا المحاضره كانت وقتها الساعه 1:30 دقيقه لازم تبلش، فانا دخلت 1:40 يمكن او 35 بهالوقت. والدكتور الموجود يعني دكتور بيحب عنده يعني مشهور جدا، بيحبه السوريين ومسموعيته جدا عاليه، مشهور كثير الدكتور ما شاء الله عليه، ومعروف يعني حتى بين الاتراك، حتى بسوريا كان معروف لانه كان بيروح يدرس بسوريا، كان يدرس لغه تركيه ومو بشكل يدرس، فالدكتور كثير مشهور له صيته جدا عالي. ففتحت الباب، دقيت الباب، قام لي يدخل، فدخلت شلون مدرج صايرين، ما بعرف شلون عندكم المدرجات في بلادكم، المهم موجود في تركيا هو عباره اول ما تدخل الباب تدخل في مدرج هيك مثل المنصه مقاضي له، فانت بدك تمر من قدام المنصه تدفع الكراسي اللي جوا، تمام؟ فهو موجود الدكتور، فاول ما دخلت دقيت الباب، فمرت من قدام سالني سؤال، قال لي نيردا جالدن، طبعا نيردا اشحالكم جملتكم الكلمات كلمه كلمه، نيردا يلعن حظه ايش فور عجب ننفذ، والله بننفذ معلم، ننفذ ننفذ، بس هذا الشوفير الغبي واقف هون بالنص، والله بدك تطلع يا غالي. المهم فالدكتور كان موجود وقتها، دخلت قلت له، فدخلت قال لي نيردا جلدن، يعني نيردا من وين؟ قال لي جيت، من وين جيت؟ فانا هيك صفنت، يعني الدكتور ممكن يسالني نيردا جلدن منين جيت؟ يعني انه قصده منين انا دخلت؟ يعني ما انتبه علي انه ضقت باب، بس لا قلت مستحيل، يعني انا هون عم بفكر بيني وبين حالي، قلت لا مستحيل الدكتور بيسالني هيك سؤال، بعدين قلت لا يكون الدكتور سالني قصده انه السؤال تبعه انه انت منين جاي، لان متاخر 10 دقائق على المحاضره، فلازم اني متاخر، فانه اذا جاي انت من البيت ليش تاخرت؟ وش ايش هو الشيء اللي كان شغلك والبيت حتى تاخر؟ او اذا بدي اجاوبه مثلا انا كنت بالشغل فراح يغلط النظافه، قلت له انا جيت من الشغل، يعني اساسا انا الشاب الفهمان الفاتح، قلت له اشتغل من الشغل اجي، فعم ضحك الطلاب ضحكوا هو صفق الجميع طبعا كالعاده، قال لي تفضل تفضل، قال لي ايش اسمك؟ قلت له زاهر، علي زاهر، قلت له ايه عندك؟ قال لي قوله بالعربي، قلت له زاهر، قلت له هيك، قال لي طيب خلص دخول، قال لي طيب ايش معنى اسمك؟ قلت له معنى اسمي الاشراق والنور والاضاءه، الشروق والنور والاضاءه والمستقبل الجميل والمشرق والازدهار. قال لي هيك معنى اسمك؟ قلت له ايه، قال لي والله معنى اسمك عنا يا مختلف تماما، قلت له طب ايش اعمل انا؟ المهم الدكتور ايش قال لي؟ قال لي طيب ادخل لاشوف. المهم انا العبد لله الفقير المسكين الدرويش اللي عايش حاله اللي عم يشرب شيء. يلا دروي يا مجنون امشي، ما هذا بدنا ناقصه فيه هذا ما مشي هلا. الله عصينا يا معلم، اكلنا ضربه منه. المهم الدكتور ايش قال لي؟ قال لي طيب حلو. دخل يا استاذ زاهر، المهم بركة، فكان كل شوي كل ما يدخل طالب بيسأل نيردا جالدن. فهون نحن بالمدينة اللي عايشين فيها وصلنا حلو. طيب مفضين وبنحمل حمل تاني وبنكمل لكم القصة. تمام، هي اخذنا الحمل الثاني، طبعا الحمل الثاني كمان مسافة 355، انا فكرت 35 كيلو يا لطيف. يلا المهم نحكي لكم نكمل لكم القصة. فانا دخلت بركت، فصار كل ما يجي طالب يدخل جديد بيسألوا نيردا جالدن، بيجاوب الطالب بيقول له مثلا انا اجيت، طبعا هون انه يشوف الصدفة شلون، يعني حتى انه يشوف شلون الصدفة اجت، انه الطلاب صارت تجي وراي كل واحد بيقول له انا اجيت مثلا المدن المحيطة لعند غازيانتاب، تمام، في مدينة قريبة 70 كيلومتر تقريبا اسمها كلس، في مدينة تانية اسمها اديمن، في مدينة اسمها كهرمان معناش، كلهم تقريبا 70 كيلومتر 70 80 90 100 بهالحدود هاد، بس لان غازيانتاب يعتبر مدينة كبيرة بين المدن هدول الصغار حواليها، تمام، هن مدن منفصلات كامل بس ولكن صغار
مانو كبار. المهم فكل ما يدخل طالب بيقول قال له أنا من كلس، أنا يوم مبارك عم بصفن عم بقول يا حرام هذا كل يوم بيروح بيجي من كلس، نعم والله مصيبة الله يساعده يا حرام. يعني هلا يعني هذا عم بيقول له جيت من كلس، فأنا شفهمت إنه هلا هذا الطالب جاي من كلس، فهمتوا شلون؟ فهلا هو جاي من كلس. جيت تاني قال له أنا جاي من مدينة أديمن، واحد جاي من أبعد من وين. المهم فحد بعدين بلش كمل يسأل الطلاب اللي موجودين بالقاعة كل واحد اثنين تموجود، فواحد بيقول له أنا من عنتابية في منطقة بعنتاب اسمها العنتابية، تمام؟ بيقول له أنا من العنتاب، فعندما يقولوا غازي عنتاب بيقول له عنتاب، تمام؟ فأنا شفكت وأنا كنت جديد السماء يعني هالكتير ضلوع من اللغة التركية، فيقول له عنتاب. أنا بقول العمى هذول جايين من العنتابية، هذول كلهم أغنياء، لأن هي منطقة كتير كتير غنية، هي منطقة العنتابية هي صايرة مثل المدينة او شو بدي اقول لكم، مدينه محصن يعني جهز جهز فيها كل شيء، ما هي مدينه من اللي موجودات يعني مثل شركه خاصه عامله هي المدينه كلياتها او مثل منتجع والناس تشتري فيها هذا المنتجع، تمام؟ هو مثل منتجع بيجي اكثر. المهم فانا عم بقول والله كلهم هذول جايين من العنتابيه ما شاء الله، كان لحد ما اجى طالب ساله قال له من وين انت؟ قال له من مدينه سامسون. مدينه سامسون اوصف لكم اياها، هي التليفون تمام، هي تركيا تمام، هون غازيانتاب، مدينة سامسون هون، تمام؟ يعني تقريبا المسافة اللي بين هون وهون شيء تقريبا شيء 14 ساعة بالباص أو بالسيارة، تمام؟ هل من المعقول هلا هذا جاي من سامسون لهون عشان يحضر المحاضرة؟ لا مستحيل، هذا أمر غير منطقي. رحت سألت طالب تاني قال له أنا من مدينة اسمها إسكيشهير، مدينة إسكيشهير كمان تبعد شيء 10 ساعات عن المدينة، إلا معلم في هون معناته في بالموضوع عندنا أنا فهمانه غلط. لازم افهم ايش قصده بالموضوع، قصده نيردا جالدن. بعد سال 10 طلاب، المهم انا هون بيقول بلش يتكون عندي صوره ايش قصده بالنيردا جالدن. قصده بنيردا جالدن انه انت اصولك من وين، بس ولكن هي بتنحكى شلون لكم انه لما انتم بيعرفوك انه انت اجنبي او مجرد ما يبلش الحديث معك بيعرفوك انه انت شخص اجنبي، فيسالك نيرلسن تمام من وين انت، او من في عندهم كلمه ثانيه بيستخدموها كثير للاكراد، هي اللي كلمه الاكراد هي كلمه كثير عربيه بيستخدموها اسمها مملكه نيردا، يعني من وين من وين ارضك، هيك معناتها مملكتك وين تمام من وين ارضك. نيرلسنس يعني انتم من وين. انا دخلت غلط، غيرنا اللوحة. المهم فيقول لي نيرلسنس، فبفهم انه قصده انه انت من وين؟ قال له انا من سوريا، وبعدين بيسألك انت من عين. فهون الدكتور فانا باركت في مكان اجى الدور عندي رد سألني. قام قال لي قام رد سألني، بس هو سألني قال لي من وين انت؟ بمعنى نيرلسنس. قلت له انا من سوريا، قال من وين؟ فهون صار الدكتور طلع بيعرف يعرفك عربي، هو مثلكم كان يدرس في سوريا. فسالني قال لي من وين؟ من سوريا. قلت له من مدينه حلب. قال لي حلو، قال لي انا كنت ادرس بجامعه حلب وهيك بلش معي. فقلت له انا بعتذر منك اول ما دخلت لما حكيت لك انه انا جاي من البيت من الشلال، انا ما فهمت معناك انه قصدك انه انت عم تسالني من وين اصلي، يعني بتعرف انه انا جديد و اول مره بنسالك سؤال اساسا، ما سالت ولا مره يعني انا طول اليوم بتركز كثير ما يدي ما تسالني نيردا جالدن. هلا بيسالوني منين جيت، انه قصده يعني انا المقصود انه منين جيت او منين دخلت او منين فتت، هالمقصود هذا السؤال انه نيردا جالدن. بس انتو طريقه سؤالك ما فهمت علي. قال لي تمام خلاص ما في مشكله وخلاص تحفظ الكلمه ولا تنساها ثاني مره. هل سالك نيردا جالدن يعني معناتها منين جيت او من وين اصلك انت، هاي بس ولكن تستخدم بين الاتراك بين بعضهم يعني مثل يوم صميمية اكثر. فهي يعني من احد الطرائف اللي صارت الجميلة صراحة معنون في تركيا، يعني هي احد الطرائف، في صار كتير شغلات يعني هاي الشغلة راح احكي لكم اياها. طبعا الله في هون كازية قدام هون حطي ليها بعد 700 متر راح ادخل عليها واصف واريح، بكتب لكم فيديو جاي ان شاء الله اسبوع الجاي نكمل حملنا، لان في عندنا شيء تقريبا 65 كيلو ما بدي اروح فضي. الحمل الجاي بنكمله بنفضيه وانتم تنقلنا قصه نحكي لكم عليها، تمام؟ برجع بخيركم بين الثلاثه.
وبيكون هون وصلنا نهايه الفيديو ان شاء الله. ضرب تقريبا 65 كيلومتر بس انا مثل ما حكيت لكم ما بحب امشي كثير بالطرقات، مجرد ما تعبت انام خلاص وصار وقت النوم لازم اقوم انام. فلذلك رح نترككم الفيديو الجاي ان شاء الله نفضي الحمل. وطبعا حكتب لكم تحت التعليقات ثلاث قصص. القصه الاولى نحكي عنها اللي هي قصص من قصص الجامعه اللي صارت معي بسوريا، قصه من قصص اللي صارت معي هون جامعه في تركيا. بتحبوا احكي لكم شيء من تجاربي او الحياه اللي انا عشتها فيها؟ وطبعا حتى لو شخص واحد هلا عفوا يا اخي اكتبوا لنا هيك فكره، اكتبوا لنا شيء شغله، رح اكتب لكم اياها تحت باول تعليق اذا قلت لكم اياها، عشان انتم تختاروا اي شيء بدكم اياه فورا بس تعملوا لنا نفس الخلاص او تكتبوا لنا كلمه او كلمتين حتى انا بفهم انتم شو اللي بدكم احكي لكم عليه. جد في قصص كثير خرافيه حابب اشارككم فيها واحكي لكم عليها. بس بكون وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتسلمونا في الفيديو الجديد حلقة الساستيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.